أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الشعب يورو مغموس. الشعب مغموس. الشعب مال هرية. العدالة، المساواة، المساواة، العدالة ما بين الناس. كان القمع بزاف أخوة. بالدم نفتح يا شيء ضامنين مع محسن الفكري، واقفين معاه في جنبه مع امي فاتحة، وحنا مع الشعب كامل. فكري الله يرحمه، وباغين الحق ديال الشعب كامل. جئنا لهذه الوقفة الاحتجاجية ونحن نحضر باسم مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمدينة الجديدة من أجل تنديد وشجب وتنديد بشدة على هذا الفعل الشنيع الذي تعرضوا لأولاد الشعب، وهذا له آخر حاجة وقعت هي المقتل ديال حسن فكري. هذا السيد هذا وهذا الأفعال الشنيعة لكي تعرضوا عليها أولاد الشعب من طرف المخزن الدولة ومن طرف دولة المخزن. فهذا الشيء اللي كنعيشوه داخل الشعب المغربي، جينا اليوم باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب باسم مكتب الفرع نندد بهذه الأشكال اللي كتقمع بها وزارة الداخلية ودولة المخزن أولاد الشعب باللي تعبر لهم، وما هو إلا شكل من الأشكال الذي تعبر به دائما وأبدا مخزن الدولة ودولة المخزن على يعني احتقارها لإنسانية الإنسان، لإنسانية الشعب المغربي، لشخصية الشعب المغربي، وذلها لهذا الشعب المغربي وسحقها لأبناء الشعب ذات الأقدام، كفاعبة بإنسانية أبناء الشعب المغربي، كفاعبة بإنسانيتنا نحن بشر. لابد أن يعلم هذا الناس أنه سيأتي لهم يوما سيردون في هذا الدين. لابد أنه سيأتي يوم يعلم الشعب المغربي يقينا أن من يحكمه هم مافيا، أن من يحكمه هو المخزن، أن من يحكمه استبداد وفساد يتدخل في أي لحظة من أجل قمع أصوات الشعب المغربي المدني. لا نقول لأن حسن فكري ليس من الشعب المثقف أو من الشعب الذي يناضل من أجل حقوقه، هو فقط من الطبقة الكادحة التي أكلت في حقها، وهو من أجل أنه يقلب على الرزق دياله قلب على هذه الطريقة هذه، وليتحمل المخزن مسؤوليته، لأن هذا وهؤلاء الناس لابد أن يدفعوا الدين يوما في الدنيا قبل الآخرة. وأقول قولي هذا، وتحية لجميع أبناء الشعب المغربي المناضل على مستوى جميع المدن اللي دايرين وقفات احتجاجية. تحية لكم، السلام عليكم.